رحب رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني إصلاح في محافظة تعز الأستاذ عبد الحافظ الفقيه بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العالمي وعدد من أعضاء المجلس إلى مدينة تعز. وقال الفقيه في تصريح لقناة سهيل إن هذه الزيارة هي الأولى منذ 15 سنة من الزيارات الرئاسية السابقة، وهي زيارة تؤكد وقوف القيادة السياسية مع تعز التي ناضلت ولا زالت تناضل في سبيل نصرة المشروع الوطني ومجابهة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار رئيس إصلاح تعز إلى أن المحافظة تنتظر الكثير من النتائج الإيجابية من خلال هذه الزيارة. تعز تستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وهذه المدينة المحاصرة منذ 10 سنوات والتي وقفت بجيشها الوطني وبمقاومتها الشعبية ثابتة وصامدة واستطاعت هزيمة هذا المشروع السلالي العنصري الانقلابي الذي أراد سيطرة على تعز وأراد كذلك الانتقال إلى المحافظات الأخرى. فلذلك يعني اليوم أبناء تعز يرحبون بالآخر الرئيس في هذه الزيارة الهامة والتي انقطعت منذ 15 عاما تقريبا، فهي زيارة تاريخية وزيارة هامة، وأبناء تعز يتطلعون لدعم الجيش والمقاومة الشعبية لتحرير تعز وتحرير اليمن، وكذلك يتطلعون لدعم الأمن لتوفير الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، ثم ينتظرون توفير الخدمات الهامة التي في مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. وأبناء تعز اليوم إنما في استقبالهم للأخ الرئيس يتطلعون لعودة تعز وعودة اليمن وعودة الدولة من خلال هذه الزيارة إن شاء الله عز وجل لدعم التحرير ودعم الاستقرار. وأبناء تعز يقفون منذ بداية المقاومة وإلى اليوم مع الشرعية ومع المجلس القيادي الرئاسي، ويقفون مع أبناء تعز مع الوطنيين جميعا في تحرير اليمن.